بنعود من جديد لكل متابعينا وكل مشاهدينا، ويعني فقرة مهمة جدا وصلنا لها، كل الناس بنتظرها أو أغلب الناس بتنتظرها، الفقرة الرياضية اللي احنا دائما بنتحدث فيها عن الأنشطة الدائرة في الوسط الرياضي، خصوصا احنا هنا في السودان اهتمامنا بكرة القدم أكبر اهتمام. المفروض الناس تهتم بالرياضات التانية. الأنشطة يعني التانية أنا واحد من الناس استغليت فترة الحظر عملت شنو؟ فاطمة بقت لي الحاجة دي ما ظهرت بالرياضة، كنت بعمل رياضة، رياضة خطيرة جدا طبعا. يعني كان تمام، عندك برنامج ثابت بتعمل فيه؟ برنامج رياضي استمر لي لمدة أسبوعين، ساعتين في اليوم، ممتاز، ساعتين سنتين في لا اليوم، ظاهر. والجماعة دي مبسوطين في الكنترول طبعا الحاجة دي. يعني بالنسبه لانه فينا الناس قاعده في البيت بقت طوالي، بالنسبه للحظر بالنسبه للكورونا وكده، فلا بد من وجود التمارين يعني لكل الفئات العمريه، يعني وكده هي الرياضة ما مقتصر على مهمة، زول يعني. الرياضة مهمة للكل. لو انت قاعد محظور تريض في بيتكم، في وسائل كثيرة جدا، في تمارين كثيرة جدا ممكن تعملها بتساعدك، بتقوي الجانب الصحي ومفيدة برضه بتتعب الجانب المناعي. صحيح، وسماع بعض الأخبار الإيجابية وتحليلها أيضا عن الرياضة خلي كده في متعة، خصوصا مع انطلاق الدوريات العالمية، انطلاق الدوريات المختلفة. بالتأكيد يمكن مع توفر البيئة المناسبة، مع توفر التدريب المناسب، في مواهب كثيرة جدا لشباب في أعمار صغيرة جدا في كل مناطق السودان، في كل حتة في السودان مواهب كثيرة جدا. توفر تدريب مناسب، توفر بيئة مناسبة، توفر اهتمام كبير بالمراحل السنية، حنشوف إن شاء الله لقطات أهداف ومهارات زي اللي شفناه قبل شوية. سعداء نرحب بمحمد عوض محللنا لهذه الفقرة. أهلا بك محمد، سعيدين جدا بك في صباح الشروق. بك حسام، مرحبا بمشاهدي الشروق، صباح الخير عليك. صباح الخير عليك، وصباح الرياضة والنشاط والحيوية. والله أنا كنت أقول لك الحمد لله على السلامة، لكن أنت جيت ببالي يعني ما حقدر أقول الحاجة دي. التحية الحمد لله على السلامة لكم الاثنين، ما في مشكلة. لكم التحية، وحنبدأ طوالي بأنه المفروض يكون في نشاط في الوسط الرياضي، خصوصا بعد هذه المدة اللي فيها توقف كبير جدا للفرق الرياضية. في اجتماع هام هيكون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام، نتحدث عن توقعات هذا الاجتماع. والله حقيقة الأيام الماضية والأسبوع الماضي كان في اتفاق شبه يعني معلن بعودة النشاط، لكن أرجي إلى بعد غدا بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام ولجنة الطوارئ عشان الناس من جديد تستأنف الدوري الممتاز كما كان في حاليا ألمانيا، في أسبانيا، في عدد من الدول الأوروبية، حتى في دول عربية زي تونس برضه حتستأنف في الأيام القادمة. لكن بنسبة 50% الدوري. طيب محمد، نحن حنستأذنك، إشكالية صغيرة تعالج، حنمشي نشوف هذه المحطة الغادمة والمساحة والمشاهد الرياضية المميزة. خلينا نستزيد منها وناخذ منها أمل أكبر ونعود إن شاء الله لكم مشاهدينا الكرام، ونواصل مع محمد عوض التحليل. أهلا بكم من جديد متابعينا، متواصلين معكم في هذه الفقرة الرياضية والزميل محمد عوض، وحديث أكثر وتحليل أكثر وكثير عن هذا العضو الفني. وبنرجع نعقب مرة ثانية على الاجتماع بين وزارة الرياضة وبين الاتحاد العام والعودة مجددا للنشاط الرياضي، خاصة بعد إصابة بيكي ربما لم يشارك، ومتيتي نال الإنذار الخامس بالأمس، فدي حتكون مشكله كبيره جدا اذا غاب هذا الثنائي في المباراه الهامه القادمه لبرشلونه على ملعب اشبيليا. معروف انه يعني مباريات برشلونه اشبيليا مباريات قويه جدا. اشبيليا فريق محترم طبعا، فريق محترم، فريق عنده طموح كبير جدا في انه يشارك في ابطال اوروبا في الموسم القادم، فاعتقد بانه يعني حتى المباراه القادمه يعني مباراه يعني مهمة، والناس كلها تنتظر بفارق الصبر، لأنه مستوى الإشبيلية هذا الموسم يعني في ارتفاع كبير جدا. نعم، حنذهب مباشرة للدوري الإنجليزي، يستعيد للدوران مرة أخرى، دارين نشوف مقارنة مع يعني الدوريات الأخرى في أوروبا، هو تأخر بالتأكيد، واليوم مباراة مهمة بين الأرسنال ومان سيتي. نعم، الدوري الإنجليزي هو أفضل الدوريات في العالم. صحيح، في دوريات سبقته. نعم، حتى يعني بتلقي صاحب المركز الأخير ممكن يعني يهزم المتصدر. صحيح،
يعني دي حاجة عادية جدا. والإنجليز معروفهم أسياد الكرة، وهم طلعوا لعبة كرة القدم للعالم. مباراة اليوم الهامة جدا أرسنال مان سيتي، مباراة يعني الناس كلها تترقبها، معروف إن الديل كبير جدا بين الناديين. مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا، معروف إن يعني التيم ظهر بأداء أكثر من رائع في بداية المنافسة، لكن ليفربول يعني حسم بشكل كبير جدا بطولة الدوري، وربما تبقت عدد من المباريات إذا فاز فيها سيحسم هذا اللقب المتميز جدا. أرسنال تعتبر مباراة اليوم مباراة مهمة جدا، حتى تصريحات اللاعبين بيقول لك إنه بأنه يعني اليوم لازم يعني نهزم مان سيتي ونهدف الانتصار لجماهيرنا القاعدة في البيوت وبتآزرهم وبتقدم لهم رسائل عبر الأسافير، انتوا لكن انتوا يا لعيبه لو دايرين تزعجونا في بيوتنا في الحجر الصحي، ومعروف الحجر الصحي في اوروبا ما زي الحجر الصحي في السودان، ناس ملتزمه تماما يعني، ناس ما بيطلعوا من حتى من خشم الباب يعني، لا 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 حتى على المستوى المواطن الاوروبي في التزام، نعم ثقافه الشعوب يعني، وده ده ده فكر كبير جدا. فاعتقد بانه يعني مباراه حتكون مباراه ناريه ومباراه على سطح صفيح صخري. الى الكاف اللي يحدث سبتمبر القادم موعدا لمباريات نصف نهائي الابطال والكونفدراليه، يعني البطولات اللي اثرت فيها الجائحه بصوره كبيره جدا. سيموس ادمون هو المتحدث باسم الاعلام بالاتحاد الافريقي بالامس، أكد بأنه الاستئناف نهائي الأبطال نصف نهائي أبطال الكونفدرالية وأبطال أفريقيا حيكون في سبتمبر القادم. وأكد في رسالته بأنه يعني هو ما عنده قضية بأن الدوريات المحلية في البلدان الأفريقية حتلغى أو حتستمر، لكن على مستوى بطولة الكاف والكونفدرالية حددوا سبتمبر هو موعد لمباراة النصف النهائي، لكن لم يحدد النهائي إلى الآن، بل حدد النهائي الأبطال حيكون في الكاميرون مباراة واحدة، ونهائي الكونفدرالية حيكون في المغرب مباراة واحدة. معروف إنه يعني بطولة الأبطال أفرزت مستويات جيدة، الأهلي المصري قدم يعني عرض جيد جدا، الرجاء البيضاوي أقصى يعني نادي كبير جدا زي تي بي مازيمبي برضو يعني قدم أداء أكثر من رائع في هذا البطولة. أيضا في الكونفدرالية ظهرت لنا أندية متميزة والله صراحة، أندية يعني ما كانت ظاهرة، براد الجزائر يعني هذا النادي الأكاديمية التي تطورت من أكاديمية صغيرة إلى أكاديمية كبيرة، والحقيقة نشوفها في أفريقيا يمكن كل نعم كل سنة إلى نادي الجزائر مميز في البطولات الأفريقية ويصل لأدوار متقدمة. صحيح، فهذا فكر كبير جدا، ده بياكد لك ده مجهود كبير وداير اهتمام كبير، داير اهتمام يعني اهتمام دولة زي اسك ابيديان في ساحل العاج، واسك كان معروف للقاره الافريقيه حتى للقاره الاوروبيه، كل اللاعبين المبرزين في ساحل العاج او من دول اخرى جاءوا عبر طريق اكاديميه اسك ذهبوا الى الامام الى انديه اوروبيه كبيره جدا في فرنسا في انجلترا في البرتغال. يعني خرج انيمبا 2003 من العدم وحصد الابطال في 2004. نعم يعني نعم صحيح. نتمنى انه يكون في اكاديميات فراغات غريبه مماثله يعني، والله نتمنى ذلك، نتمنى يكون عندنا اكاديميه هنا تخرج لنا اللاعب السوداني زي اللاعب المحروم يعني صراحه، اللاعب الاداري مظلوم موهبته عاليه لو سمحت يا محمد، مظلوم في الاول بعدين محروم، مظلوم والله صراحه صحيح، والاداري الاداري تعبان خالص. شكرا يا محمد، شكرا لك لحضورك معنا اليوم، نورتنا، سعيده بك جدا. وانا كمان طبعا بنشكر كثير، الله يخليكم يا اخي، شكار انا ما بشكر الناس ما بشكر الله معروف شكار، تحيه لك، تحيه لك وشكرا لوجودك معنا.